صباحكم ومساءكم، دوم بام دون اتشي. بدي اعتذر بالاول، كان هذا الريفيو مفروض ينزل قبل الريفيوهين اللي فاتوا، بس اوريدي لانه الفيديوهين اللي فاتوا كنت مصوراهم من قبل وعملت فراكشنال ليزر تحت العين كرمال اشيل حبوب الميليليا. لو تتذكروا دايما بالفيديوهات اللي فاتوا، اذا حدا انتبه كان تحت العين هون كان في حباية، هاي حبة ميليليا. كان في عندي واحدة كمان هون بدأت تطلع لي، والموضوع كان كتير مزعج بصراحة، هيك نفسيا يعني هيك ما كنت مرتاحة، فقررت اغامر واروح اشيلها، ويا ريتني ما غامرت ويا ريتني ما رحت. المهم يعني ما راح احكي بموضوع الميليليا والفيكشن ليزر كتير، لانه موضوع اليوم كتير مهم وراح يكون طويل. انا بس حبيت اعتذر عن التاخير، لاني انا كنت وعدتكم انه هيدا الريفيو كان المفروض تقريبا ينزل من شهر، بس حبيت اوضح انه سبب تاخيري في تصوير هيدا الفيديو بسبب اثار الحروق اللي تركها الفراكشنال ليزر تحت العيون عندي، فكان بالنسبه لي صعب اصور الفتره اللي فاتت اي فيديوهات. نطلت لحتى اثار الحروق خفت شوي وقلت خلاص بقى ما بقى فيني انطر اكتر من هيك حتى اعمل لكم ريفيو اليوم. ريفيو اليوم عن موضوع كتير 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 مهم، حطوا تحت مهم هاي 100 خط، انصحكم تروحوا تعملوا شيء هيك دافي تشربوه وانتوا عم تحضروا ريفيو، لانه ريفيو اليوم حيكون طويل شوية شويتين شويتين ثلاثة. بس عن جد كتير مهم، فكرمال ما تملوا هيك. انا دايما بحب ابدأ يومي هيك بشاي اخضر مع نعنع ومع عسل ابيض، عن جد كتير مفيد للصحة، وكمان كتير كتير حيكون مفيد لأصحاب البشرات اللي بتأكسد. في أشخاص بشرتهم بتأكسد، يعني عم يجوا يستخدموا مثلا فيتامين سي أو يستخدموا المنتجات المفروض بتفتح البشرة يلاقوها عم تسمر، هذا لأن بشرتهم بتأكسد، فلازم يدخلوا في اليوم تبعهم أشياء مضادة للأكسدة، سواء أطعمة سواء مشروبات سواء فيتامينز. هذا موضوع خاص هيك نبقى نحكي فيه اذا حدا مهتم بفيديو لوحده. المهم العسل بقلبه مضادات اكسدة كتير، وكمان الشاي الاخضر بقلبه مضادات اكسدة، فابدأوا يومكم شاي اخضر محلى بالعسل. انا حاسة انا بعمل دقايق. ما علينا، خلينا نبدأ بفيديو اليوم. تعرفوا زمان كنا عم نستخدم الغسول والكريم المرطب وهيك يبقى خلص، يعني عملنا كل شيء للعناية ببشرتنا. هلا صار الوضع كتير مختلف عن زمان، هلا صرنا عم نستخدم غسول والتونر والإسنس وأمبول وسيرومز وكريمات وماسكات وسليبينج ماسك، صرنا عم نستخدم منتجات كتير في اليوم الواحد. ولانه كل هاي المنتجات بقلبها مكونات، صرنا هيك عم نستخدم مكونات كتير، ومكونات كتير صارت عم تفوت على بشرتنا، فصار بدنا نفهم شو المكونات اللي بيصير نستخدمها مع بعض وشو المكونات اللي ما بيصير نستخدمها مع بعض. ليش؟ لانه في منتجات اذا استخدمتيها مع بعض بتعطيكي افكت افضل، وفي منتجات اذا استخدمتيها مع بعض للاسف راح تحسي ان انت عم تضري بشرتك اكتر ما عم تفيديها. انت جاي هيك مفكرة انه انت هيك عم تفيدي بشرتك، بس للأسف بيصير العكس، وممكن تعملك حساسية والتهابات وحبوب وقصص تانية. فمحتاجين نعرف اكتر عن هاي المكونات وهيك نحفظهم بالذاكرة. وانا تقريبا عملت هيك ملخص الهون، حاب انزله على حسابي على الانستجرام، بركب حكي يكون عنه كمان وانا عم بشرح موضوع اليوم. اوكي، من المواد اللي كتير مهمة واللي كتير مفيدة لبشرتنا هي الريتينول او عائلة الريتينويد او فيتامين اي. الريتينول او فيتامين اي شو فايدته للبشرة؟ الريتينول كتير مفيد للبشرة في علاج الخطوط الرفيعة، التجاعيد، البقع الداكنة، حب الشباب. مشكلة الريتينول انه بيسبب جفاف للبشرة، وكمان ممكن يسبب حساسية اثناء التعرض للشمس، بس هاي المشاكل احنا فينا نتلافاها. فكرمال هيك الاشخاص اللي بيستخدموا الريتينول بدهم ينتبهوا كتير منيح وهم عم يستخدموه حتى يتلافوا هاي المشاكل. الريتينول او مجموعة الريتينويد او فيتامين اي، لانه هو في فرق بينهم هما الثلاثة وراح اخبركم اياه بعد شوي، بس هلا راح اخبركم انه كل هاي المواد اللي هي مجموعة الريتينويد عامة شو فينا نستخدم معها وشو اللي ما فينا نستخدم معها. فينا نستخدم معها كل المنتجات اللي بتحتوي على مواد مرطبة مثل الهيلورونيك أسيد أو هيرونات الصوديوم، سيراميد 3، بانثينول، نياسينيمايد، سيراميد 3، فيتامين بي 5،
الاس بي اف، والاس بي اف هيدا كتير مهم عشان يمنع حدوث اي تحسس بالبشرة. والصن بلوك كتير مهم نستخدمه كل يوم، مو كرمان بس يحمي بشرتنا من الإصابة بسرطان الجلد لا قدر الله، الله يعافينا يا رب، أو إنه يحصل حروق بقلب البشرة أو يحمينا من التجاعيد وهيك أشياء، لا هو كمان بيحمينا لما بنستخدمه مع المنتجات اللي بتحتوي على ريتينول أو المواد اللي ممكن يصير فيها تحسس من تعرضها للشمس، فهو بيحمينا من هذا الشيء. وعلى سبيل المثال الكريمات اللي ممكن تستخدموها مع المنتجات اللي بتحتوي على ريتينول، فيكم تستخدموا كريم جوسون مينيو، كنت عملت لكم عنه ريفيو قبل هيك، وكمان كريم كوزركسو بالعسل وسيراميد 3. هدول الكريمين كتير حلوين تستخدموهم مع المنتجات اللي بقلبها ريتينول بالاضافة للاس بي اف اللي هو السن بلوك اللي هو كتير مهم. مجموعة الريتينويدز او فيتامين اي ما فينا نستخدمها مع المنتجات اللي بتحتوي على بنزول بروكسيد او فيتامين سي او الفا وبيتا هيدروكسي، يعني الاحماض اللي هي الاي اتش اي والبي اتش اي والبي اتش اي، ما فينا نستخدمهم مع الثلاث مواد هدول. لو استخدمنا الريتينول مع منتج بيحتوي على بنزول بروكسيد، فشو اللي راح يصير؟ راح يصير انه الاثنين راح يلغوا مفعول بعض، وبهيك لا فيك تستفادي من البنزول بروكسيد ولا فيك تستفادي من الريتينول، وتبقي كبيتي مصاريكي على الفاضي وعم تستخدمي في منتجات ما عم تعمل مفعول. رح اخبركم بعدين شو فايدة البنزول بروكسيد للبشرة لانه كتير مفيد، بس خلوني هلا اركز على الريتينول حتى ما اتوهكم بالحديث. اما ليش ما بيفضل ان احنا نستخدم الفيتامين سي مع ريتينول في نفس الروتين تبعنا؟ هذا لانه فيتامين سي بيعمل على جدار حامي للبشره من العوامل المؤكسده، اما الريتينول فهو بيشتغل تحت سطح الجلد على انتاج الكولاجين وكمان اصلاح الجلد، فكرمان هيك دايما بيفضل ان احنا ما نستخدمش المنتجين مع بعض. فاذا انتوا حابين تستخدموا فيتامين سي وريتينول في الروتين تبعكم، فيفضل انت تستخدمي فيتامين سي في الروتين الصباحي كرمان يحمي البشره من العوامل المؤكسده الخارجيه، بالاضافه انه راح يعطيكي زياده حمايه من اشعه الشمس مع السان بلوك. وفي الروتين المسائي فيك تستخدمي الريتينول حتى يشتغلوا انت نايمه على انتاج الكولاجين تحت سطح البشره واصلاح الجلد، وبهيك تكوني استفدتي من الاثنين مع بعض بدون ما ياثروا على مفعول بعض. نصيحة مني لكم، خلوا دايما فيتامين سي الصبح وخلوا الريتينول بالليل. اذا حابين تستخدموا الريتينول الصبح بدكم تهتموا بالسان بلوك، ولما بقول تهتموا بالسان بلوك يعني معناته ما تطنشوا بعد ساعتين ثلاثة وما ترجع تحط السان بلوك. فالاشخاص اللي ما راح تقدر تحافظ ان هي ترجع تحط السان بلوك تبعها كل ساعتين لثلاث ساعات، فنصيحة مني لكم بلاش تستخدموا الريتينول في الروتين الصباحي وخلوه افضل بالروتين المسائي، لانه هيك ما راح تتعرضي للاشعة الشمس، انت راح تحطيه قبل النوم على طول، وبهيك رح تحمي بشرتك من ان هي يصير فيها اي تحسس. اما ليش ما بيصير نستخدم منتجات تحتوي على احماض الفا وبيتا هيدروكسي زي ال HA وال BHA وال BHA مع منتجات بتحتوي على الريتينول؟ هذا لانه لو استخدمنا الاثنين مع بعض رح يسبب جفاف وتهيج في البشرة، واذا صار في جفاف شديد بقلب البشرة شو اللي رح يصير؟ اللي رح يصير انه بشرتنا رح تفرز زيوت عشان تعوض هذا الجفاف، وطبعا لما البشرة تزيد من افراز الزيوت راح يسبب هيدا ظهور الحبوب وراح نفوت بمشاكل ما راح نخلص منها. في نصيحة من دكتور امراض جلدية امريكي بيقول انه اذا احنا راح نستخدم مقشرات مثل مثلا ال AHA او PHA او PHA او سواء كانت مقشرات فيزيائية ايا يكن بصفة عامة يعني، فهو من الافضل ما نستخدم ريتينول الا بعدها بيوم، يعني مثلا سي بكرة الروتين الاسبوعي تبعي، وانا في الروتين الاسبوعي بستخدم بعمل تقشير للبشرة، فاليوم ما راح استخدم ريتينول، بكرة ما راح استخدم الريتينول لانه بكرة هعمل التقشير. بدكم تعطوا قبلها بيوم ما تستخدموا الريتينول، واذا راح تستخدموا الواكس للهير روموفينج يبقى يفضل ما تستخدموا اي منتج بيحتوي على ريتينول بعدها بيومين، يعني مثلا سي اليوم عملتوا هير روموفينج عن طريق الواكس، بدكم تنطروا يومين
وبعدين فيكم تستخدموا المنتج اللي بيحتوي على فيتامين اي او ريتينول. ليش؟ لانه لما بتعملوا تقشير للبشره او بتعملوا هير موفينج، البشره اوريدي بتكون فيها تهيج، فبتكون تعطوها يومين حتى هذا التهيج يهدى، وبعدين يكون فيكم تستخدموا الريتينول حتى ما تزيدوا من هذا التهيج اللي بقلب البشرة. هاي كانت كل المعلومات عن الريتينول او الفيتامين اي او مجموعة الريتينويد، شو اللي فيكم تستخدموا معها وشو اللي ما فيكم تستخدموا معها، وفهمتم ليش ما فيكم تستخدموا هاي المواد معها. هلا رح اخبركم الفرق بين الريتينول والريتينويد والريتين اي. الثلاثة مشتقين من فيتامين اي والثلاثة كتير مهمين. رح اخبركم الفرق حتى تقدروا تختاروا الانسب لكم واللي شايفين ان انتم محتاجينه حتى يعطيكم الافكت اللي بتكون ياه. هأحكي الأول عن الريتينويد، وهو يعتبر الأساس اللي بتندرج تحته الريتينول والريتين إيه. يندرج تحت الريتينويد العديد من المركبات، ويعتبر حمض الريتينويك المركب الوحيد اللي تستطيع البشرة معالجته على طول. أما أنواع الريتينويد الأخرى فلازم أنزيمات البشرة تحولها إلى حمض ريتينويك حتى تقدر تستفاد منها. إذا حبيتوا تستخدموا منتج بيحتوي على فيتامين A يعطيكم إفكت سريع وملحوظ، فركزوا في المكونات على ريتينويك أسيد. أما الريتينول فهو يعتبر لطيف على سطح البشرة، وبيتم تحويله بفعل أنزيمات البشرة إلى حمض ريتينويك، وهي العملية بتتم في خطوتين وبتاخد اسابيع لحتى تتم ويتم تحويله لحمض ريتينويك، وبالتالي راح تحسوا انه مفعوله ابطأ على البشرة، راح ياخد وقت طويل شوي حتى تبداوا تحسوا بمفعول، بس الميزة اللي فيه انه اثاره الجانبية راح تكون اقل. فاذا راح تستخدموا منتج بيحتوي على ريتينول بتكون تكونوا حاطين بالكم انكم لازم تستخدموه لفترة طويلة حتى تقدروا تشوفوا فرق في المفعول على بشرتكم. اما بالنسبه للريتين ايه فهو يعتبر مسمى اخر لحمض الريتينويك، ومش بتحتاج انزيمات البشره ان هي تتم تحويله يعني حتى تستفاد منه بشرتنا، ويعتبر اقوى من كل المنتجات اللي بتحتوي على الريتينول، وبيعطي مفعول سريع في اخفاء عيوب البشره وتقليل التجاعيد وكمان تعزيز مرونه الجلد. وبرغم انه مفعوله سريع وراح يفيد البشرة بشكل كبير، الا انه اثاره الجانبية راح تكون اكبر، وممكن يسبب حكة وحروق او احمرار بالبشرة وتقشير في الجلد. قريت كمان انه ريتين ايه بيوصف لإزالة الحبوب العنيدة والشديدة، وانه في بعض الاطباء كمان بينصحوا المرضى تبعهم اللي حابين يشدوا بشرتهم بانهم يستخدموا منتجات تحتوي على ريتين ايه، بس هيدا لازم يتم تحت اشراف الطبيب، لان مثل ما ذكرت انه اثاره الجانبية كبيرة، لازم يكون في متابعة مع دكتور كرمال تتلافوا حدوث حروق بالبشرة او التهابات او حكة او احمرار. وهذا كان الفرق بين الريتينول والريتينويد والريتين ايه. وكرمال الخص كل اللي حكيته هلا، يعتبر الريتين ايه اقواهم في المفعول في شد البشره واخفاء التجاعيد، بس اثاره الجانبيه راح تكون اكبر، ويفضل استخدامه تحت اشراف الطبيب، ما تستخدموه منكم لنفسكم هيك. وهلا راح يكون قدامكم اختيارين، يا اما تستخدموا منتجات تحتوي على ريتينول او منتجات بتحتوي على حمض ريتينويك. اذا كانت بشرتكم حساسه فانصحكم تبلشوا بالمنتجات اللي بتحتوي على ريتينول بالاول لحتى بشرتكم تبدا تتعود على فيتامين A. اما اذا كانت بشرتكم مش حساسه وحابين هيك تاخدوا مفعول قوي لو عندكم التجاعيد كتير ظاهره او مشاكل بقلب البشره، ففيكم تستخدموا منتجات بتحتوي على حمض ريتينويك، ويفضل تستخدموها بالتدريج، يعني يفضل تستخدموا نسبة قليلة وبعد كده تبدأوا تعلوا في النسب. كمان حابة أقول معلومة مهمة، إذا كنتوا أول مرة تستخدموا منتج بيحتوي على ريتينول أو فيتامين إيه أو مجموعة ريتينويد عامة، فبتكون بالأول ما تستخدموا المنتج بشكل يومي، يعني استخدموه يوم ويومين لا، مثلا لمدة أسبوعين، بعد كده استخدموه يوم ويوم لا، وبعد كده استخدموه بشكل يومي. هذا ليش؟ حتى تبدأ بشرتكم تتعود على فيتامين A وما يصير فيها
جفاف او حكه او احمرار او اي مشاكل او اثار جانبيه. فانتوا هيك بتمشوا بالتدريج لحتى تتعود البشره على فيتامين A، لانه مثل ما قلت بالرغم من فوائد فيتامين A الكبيره واللي كتير مفيده لبشرتنا، الا انه بيكون له اثار جانبيه. فحتى تتلافوا هاي الاثار، خصوصا لو كانت بشرتكم حساسه، ابداوا بنسب قليله وابداوا بالتدريج. وممكن كمان تخلطوا او تمزجوا فيتامين A مع كريم بحيث يكون التاثير الاثار الجانبيه هاديه شويه، لانه لو عم تعملي ميكس مع سيروم بيحتوي على ريتينول مع كريم مرطب، المكونات اللي موجوده بالكريم المرطب راح تقلل كتير من الاثار الجانبيه اللي ممكن تظهر على سطح بشرتكم الحساسه. طبعا انا ذكرت باول الفيديو شو المكونات اللي بتكون مفيده ان انتوا تستخدموها مع الفيتامين A. واو كل هذا الحديث على فيتامين A، بس فيتامين A كتير مهم للبشرة، خصوصا هيك أول ما توصلي يعني أواخر العشرينات بدك تهتمي إن انتي تدخلي في الروتين تبعك الريتينول، رح يكون كتير مفيد، هيحافظ على شباب البشرة يعني أطول فترة ممكنة. وحتى تلافي أصلا ظهور التجاعيد المبكرة هيكون موضوع شوية مزاج. ودايما لما تعالجي الشي من بداية ظهوره أفضل لما تنطري حتى تظهر وتصير عميقة وتبلشي تستخدمي منتجات، بيكون الموضوع صعب، وصعب ان انت كمان تلاقي النتيجة المرضية او اللي انت بتحلمي فيها. فدايما بلشوا من بكير، من بداية ظهور المشاكل، ما تنطروا لحتى تظهر وتصير عميقة، لا تفكروا تستخدموا منتج بيحتوي على مواد هتساعدكم في علاج هاي المشكلة. تاني مكون مهم كتير لبشرتنا وهو فيتامين سي. اغلبيتنا بيستخدم فيتامين سي وبيحبوه واوريدي شاف المفعول تبعه. بالاول هعطيكم نبذة صغيرة قصيرة عن فيتامين سي. فيتامين سي بيساعد على حماية بشرتنا من العوامل الضارة المؤكسدة المحيطة بينا، بيعمل على تفتيح البشرة، بيساعد كمان على تفتيح البقع الداكنة، بيعمل على انتاج الكولاجين بالبشرة، كمان بيحمي البشرة من اشعة الشمس. كمان قريت انه فيتامين سي بيعمل بكفاءة اكبر في فترة الصباح، فالاشخاص اللي بيقلقوا من استخدام فيتامين سي فترة الصباح فيكم تستخدموه، ما تقلقوا، بس ما تنسوا تستخدموا اس بي اف، لازم تستخدموا سان بلوك. قاعدة اساسية هيك لازم تعرفوها، السان بلوك هيدا اساسي في الروتين الصباحي. والسان بلوك على فكرة يعني فيك تستخدميه مع اي منتج، ما تقلقوا من نقطة انه ممكن ما يكون مناسب اذا استخدمتوا مع هيدا المنتج، نهائي بالعكس. الاس بي اف كتير كتير مهم، اذا راح تستخدمي ريتينول راح تستخدمي فيتامين سي لازم تستخدمي معهم اس بي اف. اس بي اف مهم كتير، ويكون عامل حماية تبعه عالي، ما تنسوا يعني اس بي اف 50. معلومة كمان مهمة لازم تعرفوها عن فيتامين سي، وهي انه حمض الاسكوربيك اسيد يعتبر انقى اشكال فيتامين سي والاكثرها فاعلية. فلما تيجوا تشتروا اي منتج مكتوب فيه انه بيحتوي على فيتامين سي، اقروا في المكونات اذا مكتوب فيتامين سي اللي فيه اللي هي المادة نفسها هي الاسكوربيك اسيد او مادة تانية من مواد فيتامين سي، لانه مثل ما قلت هلا الاسكوربيك اسيد هو اكتر مادة فعالة في فيتامين سي. ممكن تكون في اشكال تانية من فيتامين سي بس مش هتعطيكوا نفس الفعالية مثل الاسكوربيك اسيد. كمان معلومة كتير مهمة لازم تعرفوها وانتوا عم تستخدموا فيتامين سي، انه لازم تستخدموا معه منتجات معدل البي اتش تبعها منخفض، مثل مثلا غسول كوزريكس جود مورنينج لو بي اتش، لانه اذا استخدمتوا منتجات معدل البي اتش تبعها عالي دوت هيقلل من قدره امتصاص الجلد لفيتامين سي، وبالتالي ما راح تستفادوا كتير من فيتامين سي اللي عم تستخدموه. فنقطه البي اتش هاي كتير مهمه، وراح احكيكم عن البي اتش بالتفصيل باخر الريفيو. هلا رح اخبركم شو المكونات اللي فيكم تستخدموها مع فيتامين سي. فيكم تستخدموا معه منتجات بتحتوي على فيتامين اي، وبدي اقولكم انه الاثنين مع بعض عن جد ميكس كتير رائع للبشرة، هتحسوا بمفعول مضاعف، عن جد مفعول كتير واو اذا استخدمتوا منتج بيحتوي على فيتامين سي مع فيتامين اي. كمان فيكم تستخدموا مع فيتامين سي المواد المضادة للأكسدة، فيكم تستخدموا معه الهالورونيك اسيد، فيكم تستخدموا معه الفوليك اسيد اللي هو فيتامين بي 9، كمان فيكم تستخدموا معه الازليك اسيد والاس بي اف. هذا شيء اساسي. اللي ما بيعرف، الازليك اسيد هو مضاد للبكتيريا، بيقتل البكتيريا المسببه للحبوب والورديه، كمان بيعمل على تجديد خلايا الجلد، وبالتالي هو راح يقلل من ظهور الحبوب او تكون الرؤوس السوداء. وقريت انه مفعوله بيظهر بعد 15 يوم من استخدامه.
استخدام فيتامين سي مع فيتامين اي، الاثنين مع بعض بيعملوا على زيادة حماية البشرة وسرعة في علاج البشرة، وراح تحسوا بمفعول عن جد كتير واو لو استخدمتوا الاثنين مع بعض، افضل من استخدام كل منتج لوحده. كمان لو حابين تشوفوا فرق سريع وملحوظ في وقت قصير، فقريت انه يفضل ان احنا نستخدم فيتامين سي مع فيتامين اي وكمان معاهم الفوليك اسيد، الثلاثة مع بعض بيعطوا هيك مفعول هيك مضاعف، مش مضاعف، 3 اضعاف. فحطوهم هيك في النقاط المهمة وانتوا عم تستخدموا او انتوا عم تشتروا منتجات جديدة للروتين تبعكم. كمان مع استخدامكم الفيتامين سي لازم تستخدموا سان بلوك، الاتنين مع بعض بيعملوا على حماية مضاعفة لبشرتنا من اشعة الشمس الفوق بنفسجية، اللي هي اليو في اي واليو في بي. هلا رح اخبركم شو اللي ما فيكم تستخدموه مع فيتامين سي. ما فيكم تستخدموا معه الريتينول بنفس الروتين تبعكم مثل ما حكيت من شويه لما كنت عم بحكي على الريتينول فيتامين اي. كمان ما فيكم تستخدموا معه اي منتجات بتحتوي على الاحماض اي اتش اي بي اتش اي زي الحمض الجلوكولايك اسيد، زي كمان الساليسيليك اسيد، لاكتيك اسيد، كل هدول رح احكي عنهم بالتفصيل قدام. كمان ما فيكم تستخدموه مع نياسينامايد، بس هاي النقطة فيها رأيين وراح أحكيكم عنها بالتفصيل وراح أخبركم رأيي الشخصي، وهيك بعد ما نكون وضحنا الرأيين اللي عم يحكوا عن هاي النقطة. زي ما وضحت انه ما فينا نستخدمه مع ريتينول في نفس الروتين، يعني اذا بدكم تستخدموا ريتينول وفيتامين سي فيفضل تستخدموا السيروم فيتامين سي الصبح عشان يوفر حماية مضاعفة من أشعة الشمس والعوامل المؤكسدة اللي بنتعرض لها على مدار اليوم، وبالليل فيكم تستخدموا ريتينول حتى يعمل على إعادة إنتاج الكولاجين بالبشرة وشد التجاعيد وتقليل الخطوط الرفيعة. كمان ما فينا نستخدم فيتامين سي مع الأحماض، لأنه الأحماض راح تأثر على مفعول فيتامين سي، وإحنا طبعا بدنا نستفاد من كل الفوائد اللي بيوفرها فيتامين سي، فيفضل وإنتوا عم تستخدموا فيتامين سي ما تستخدموا أي منتجات بتحتوي على أحماض. قريت إنه في دراسات حديثة بتقول إنه إحنا ممكن نستخدم فيتامين سي مع منتج يكون بيحتوي على الـ EHA فقط، ويكون الـ EHA نسبته قليلة. في رأي كمان بهذا، ما هذا الرأي بيقول إن إحنا ممكن نستخدم فيتامين سي مع منتج بيحتوي على مقشر واحد فقط، يعني اما يكون EHA او PHA او ازيليك اسيد، وانه يفضل استخدام فيتامين سي في الاول وبعد كده المنتج اللي بيحتوي على المادة المقشرة كرمال ما يكون البي اتش تبعه كتير عالي. وهذا رأي انا سمعته على قناة بيوتي ويذ ان على اليوتيوب، هي قناة كتير مشهورة اللي بيقدموا الفيديوهات فيها كوريين بس بيتكلموا انجليزي، يعني فيكم تتابعوني هونيك اذا انتوا حابين، عندهم نسبة مشاهدة عالية فوق 2 مليون تقريبا. بس انا ما اقتنعت بهذا الرأي، واللي زود هذا الشعور عندي اكتر انه شركة كوزركسو نزلت الشهر اللي فات منتج جديد وهو سيروم فيتامين سي بتركيز 23%، وكانت كاتبة من ضمن التحذيرات وانتوا عم تستخدموه فيتامين سي انه ما تستخدموش معه اي منتجات بتحتوي على احماض اي اتش اي بي اتش اي. فاللي هو الموضوع لسه جديد، انا بقول لكم لسه منزلين المنتج تبعهم الشهر اللي فات، وطبعا الناس دي عندها خبرة اكتر واكيد عاملين تجارب واكيد عارفين اذا حد الشيء راح يكون مناسب او لا. فانا شخصيا ما بفضل استخدم منتج فيه فيتامين سي مع منتج فيه احماض. انا حبيت اوضح لكم الاراء الحديثة بهذا الموضوع، وانتوا لكم حرية الاختيار اذا انتوا اقتنعتوا بالرأي الحديث اللي طالع، او ممكن اذا انتوا حابين ممكن تجربوا المنتج اللي بيحتوي على مقشر واحد سواء EHA او PHA او اللي انا ذكرتهم هلا، اعملوا تيست الاول، جربوا تستخدموا فيتامين سي وبعده مثلا منتج بيحتوي على EHA وشوفوا المفعول كيف حيصير. اذا حسيتوا ما صار في اي اثار جانبية على بشرتكم وحسيتوا كمان انه ما اثر على مفعول فيتامين سي، اوكي خلاص فيكم تستخدموا الاثنين مع بعض عادي ما بيأثر. بس انا شخصيا ماني مقتنعة فما راح اجرب، بس حبيت اوضح الموضوع لكم وانتوا لكم حرية الاختيار. اما عن استخدام فيتامين سي مع المنتجات اللي بتحتوي على نياسينامايد، للي ما بيعرف على فكرة او ما متذكر، الكريم تبع جوسن مينيو بيحتوي على 2% من النياسينامايد. المهم برغم انه الفيتامين سي والنياسينامايد يعتبروا الاثنين من مضادات الاكسده، الا اني قريت ان هما الاثنين ما بيتوافقوا مع بعض. موضوع استخدامه مع النياسينامايد منقسم الى رايين، راح اوضح لكم اياهم
وراح نحاول ننهي هاي الجدل، او راح اخبركم انا عن رايي الشخصي بصراحه يعني وعن تجربه شخصيه. في رأي بيقول إنه ما فينا نستخدم فيتامين سي مع نياسينمايد نهائي، لأنه النياسينمايد بتفقد مفعول فيتامين سي وممكن تسبب ظهور احمرار على سطح البشرة أو ظهور حبوب. في رأي تاني بيقول إنه ما فينا نستخدمهم ورا بعض على طول، لأنه هتقلل من مفعول فيتامين سي بشكل كبير، وإنه يفضل إذا راح نستخدم الاتنين في نفس الروتين تبعنا يبقى نفصل ما بينهم ب10 دقايق. انا رح احكي عن هاي النقطة بالتفصيل. وانا عم بحكي عن مادة النياسينامايد، تلاحظوا انا عم اشرح في صورة عم حطها لكم على تقريبا شمال الفيديو، ملخصة فيها كل مادة شو فينا نستخدم معها شو ما فينا نستخدم معها، حتى تكون مرجع لكم وحتى تكون سهل ان انتم تتذكروا شو اللي فيكم تستخدموه شو اللي ما فيكم تستخدموه مع هاي المادة. وراح نزل هاي الصور على حسابي في الانستجرام حتى كمان يكون سهل عليكم توصلوا إلها بدل ما تضلكم تفتحوا الفيديو كل شوية. هاي الصور يعني مجهود شخصي انا اللي عاملاهم، فممكن يكون الديزاين تبعها ما كتير حلو بس حاولت قدر الامكان انه يطلع شكلها لطيف ومرتب وتكون شاملة كل شيء بقدر الامكان، ما تكون كمان مليانة معلومات كتير حتى ما تتوهوا. هلا رح احكيكم عن ثالث مادة كتير مفيدة لبشرتنا وهي النياسينمايد او فيتامين بي 3. مثلا انا جربت منتجات فيها نياسينمايد مثل تونر ايونيك، بدي اقول لكم هيدا التونر عن جد روعة، ان شاء الله رح اعمل لكم عنه ريفيو قريب. اوكي، وزي كمان جوسون مينيو، هذا الكريم برضو كتير حلو كترطيب، وخصوصا كمان داخلين هلا على خريف وشتاء، عايز اقولكم ترطيبه كتير حلو بنصحكم فيه، وبقلبه نياسينمايد بنسبة 2%. هيدا كنت عملت لكم عنه ريفيو، فيكم ترجعوا له اذا حابين تعرفوا عنه اكتر. هعطيكم نبذه عن فوائد النياسينمايد او فيتامين بي 3. هو يعتبر ماده مضاده للاكسده ومضاده للالتهاب، بتعمل على تفتيح البشره، بتعمل على تهدئه البشره وتهدئه الاحمرار لو فيها احمرار، كمان بتعمل على اعطاء البشره توهج، كمان من ضمن الفوائد تبعها ان هي بتعمل على تعزيز ليونة البشرة وبتحارب التجاعيد الموجودة بالبشرة والخطوط التعبيرية. قريت كمان انه النياسينمايد البي اتش تبعها بيكون 4.5. اللي فينا نستخدمه مع النياسينمايد؟ النياسينمايد تقريبا بيستخدم مع اغلب المكونات العناية بالبشرة، وتقريبا هتلاقوه موجود في اغلب منتجات العناية في البشرة، يعني اغلب المنتجات اللي انا بستخدمها دايما بلاقي في ضمن المكونات تبعها النياسينمايد. وهذا لانه يعتبر مادة مضادة للالتهاب، بتتفاعل مع جلد بشرتنا بشكل خفيف ونادرا ما بتسبب اي تهيج او اي احمرار. شو اللي ما فينا نستخدمه مع النياسينمايد او فيتامين بي 3؟ زي ما وضحت من شويه انه هو يعتبر مناسب للاستخدام مع اغلب مكونات العنايه بالبشره، ما عدا فيتامين سي اللي موجود عليه اختلاف في الاراء. في راي بيقول انه ما بيصير نستخدمه نهائي مع اي منتج بيحتوي على فيتامين سي، وفي راي تاني بيقول انه فينا نستخدمه مع فيتامين سي بس يفضل ان احنا نفصل ما بينهم ب10 دقائق، وفي راي تالت اللي هو رايي الشخصي اللي راح اخبركم اياها هلا عن تجربه شخصيه. انا صراحه ما كنت بعرف انه النياسينمايد ممكن ياثر على فيتامين سي، فكنت بستخدم التونر عادي في الروتين تبعي وكنت بستخدم بعده فيتامين سي، فكنت عم حس بمفعول فيتامين سي من حيث النضاره ومن حيث التفتيح وكل الفوائد تبعه، بالاضافه ما حسيت بانه بشرتي صار فيها اي احمرار او اي ظهور للحبوب لما استخدمت الاثنين مع بعض، مع العلم ان انا كنت بستخدم الاثنين مع بعض ورا بعض، يعني ما كنت بفصل ما بينهم ب10 دقائق. بس انا في شيء مهم بدي اوضحه، انه لما تيجوا تستخدموا منتجات على البشرة ما تحطوش المنتج اللي بعده قبل ما تتاكدوا ان المنتج اللي انتوا عم تحطوه امتصته. يعني هلا انا عم بستخدم التونر صح، استخدمته ما بحط بعده على طول السيروم لحتى اتاكد ان بشرتي امتصت كل التونر، فضل اعمل مساج لحد ما احس انه بشرتي امتصت كل التونر، بعد كده بخش الخطوه اللي بعد التونر سواء بقى ايسنس او سيروم او امبول او ايا يكن الخطوه اللي بعديها اللي انا هختارها. فيعتبر بحس بشرتي امتصت الاول منتج بخش على اللي بعده، بعد ما تمتصه خش على اللي بعده وهكذا، وهو يفضل ان احنا نعمل هذا الشيء واحنا عم نستخدم الروتين تبعنا. فما كان بيفوت 10 دقايق وانا عم حط التونر وبعمل مساج حتى بشرتي تمتصه وبعدين بستخدم السيروم، اعتقد كانت الفتره اقل من 10 دقايق، ورغم ذلك ما كنت عم حس انه النياسينمايد اثرت على فيتامين سي. قد يكون السبب انه التونر اللي عم بستخدمه اللي بقلبه نياسينمايد تكون نسبه النياسينمايد اللي فيه مانا كبيره، او قد يكون السبب انه
طبيعة بشرتي تقبلت الاتنين مع بعض بدون ما تأثر على مفعول فيتامين سي. ما بعرف، لأنه أعتقد طبيعة البشرة بيكون لها دور في هذا الموضوع كمان، لأنه كمان شفت بالصدفة ريفيو لحدا، ما بعرف شو عن كان يحكي، وإجا بالصدفة حكى على النياسينمايد، وقال إنه بشرته تقبلت إنه يستخدم النياسينمايد مع فيتامين سي بدون ما يحصل له أي مشاكل، وفي نفس الوقت بشرته استفادت من فيتامين سي بشكل كامل بدون ما تتأثر من استخدامه للنياسينمايد. فبالصدفة لقيت إنه في شخص تاني كان عنده نفس الرأي تبعي أو نفس التجربة تبعي. لما صور لكم هذا الريفيو رجعت عملت سيرش تاني عن هذا الموضوع، ولقيت إنه في رأي حديث طلع بيقول إنه إحنا فينا نستخدم اي منتج فيه نياسينمايد مع فيتامين سي، نستخدم الاثنين مع بعض بشكل عادي، ما راح يأثر على مفعول فيتامين سي، بالعكس راح يعطينا مفعول افضل، وهذا لانه دايما بيطوروا في التقنية تبعتهم، فصار فينا نستخدم الاثنين بشكل عادي بدون اي مشاكل وبدون اي قلق. وهذا الرأي اللي طلع أنا عرفته من قناة بيوتي ويد إن، على فكرة هم أصلا أعتقد بيبقوا دارسين هذا الشيء أو بيبقوا واخدين هاي المعلومات من ناس متخصصة يعني. فأنا صراحة متفقة معاهم في هذا الرأي، لأنه هذا كان عن تجربة شخصية مني، كنت بستخدم الاتنين مع بعض، وحتى كمان ما كنت بفصل ما بينهم ب10 دقايق، وكنت عم شوف إفكت كتير حلو. أنا حبيت أعرض لكم جميع الآراء عن هذا الموضوع الخاص باستخدام النياسينمايد مع فيتامين سي، وأنتم لكم حرية الاختيار في الرأي اللي أنتم مستريحين له أكتر. أنا شخصيا عن تجربة مني كنت عم بستخدم منتج بقلبه نياسينمايد، وكنت بستخدم بعده على طول فيتامين سي، وكنت عم حس بإفكت كتير حلو على سطح بشرتي، فما كنت عم واجه أي مشكلة. وبالنسبة لي أنا حتى الآن عم بستخدم التونر وبعده فيتامين سي، وحتى كمان ما بفصل ما بينهم 10 دقايق، عم بستخدمهم على طول، بس أحس إنه بشرتي امتصت التونر بحط على طول بعده السيروم تبع فيتامين سي. حابة أنصحكم وأنصح نفسي بالأول، لما يكون دايما في أكتر من رأي وإحنا محتارين مش عارفين أي رأي فيهم الأصح أو الأنسب، ما راح نقدر نحكم إلا عن تجربة، لازم نجرب، وقتها راح نقدر ناخد قرار إحنا هنتبع هيدا الرأي أو هيدا الرأي. ما بيقولوا التجربة خير برهان. تقريبا هو هيك. انا لانه اوريدي كنت مجربه من قبل اصلا ما اعرف موضوع انه ما بيصير نستخدمهم مع بعض، وكنت عم بشوف افكت كتير حلو، فبالنسبه لي انا مع اخر راي حديث طلع انه فينا نستخدم النياسينمايد مع فيتامين سي بشكل امن. مش بالضروره تاخدوا برايي، ممكن برضو انتوا اذا حابين تعملوا تيست الاول جربوا، وبعد كده قرروا اذا حابين تستخدموهم مع بعض في نفس الروتين، او حابين تفصلوا ما بينهم ب10 دقايق، او حابين تستخدموهم دايركت ورا بعض. بهيك اكون نهيت النقاش والجدل حوالين استخدام النياسينمايد مع فيتامين سي. هلا رح اخبركم عن رابع مكون كتير مفيد لبشرتنا وكتير صار مشهور في السنوات الاخيره، وهي احماض ال AHA PHA PHA. رح اوضح كل واحده فيهم وشو الفوائد تبعها وشو فينا نستخدم معها وشو اللي ما فينا نستخدمه معها. رح احكي بالاول عن ال AHA اللي هي الفا هيدروكسي، وهي احماض الفواكه، ورح اخبركم عن اكتر 5 احماض مشهورين فيها، وهي حمض الجلوكولايك اللي هي قصب السكر، وحمض السيتريك اسيد اللي هو جاي من البرتقال او الليمون، حمض اللاكتيك وهو جاي من اللبن، حمض الماليك وهو جاي من التفاح والجاص، وحمض التارتاريك اسيد اللي هو جاي من العنب. هعطيكم نبذة عن فوائد أحماض الـ AHA. 1، بتعمل على تقشير سطح البشرة الخارجي. 2، بتحسن من مظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد. 3، بتعزز من عملية إنتاج الكولاجين. 4، بتحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة. 5، بتساعد على توحيد لون البشرة. 6، بتعالج البقع الدقنة. أحماض الـ AHA بتكون مناسبة أكتر لأصحاب البشرات العادية والجافة. اما البي اتش اي وهي احماض بيتا هيدروكسي، وهي تعتبر من المقشرات الكيميائيه والقابله للذوبان في الزيت، وعندها القدره للتغلغل الى عمق المسامات، بعكس احماض الفا هيدروكسي اللي هي اي اتش اي اللي هي بتشتغل على سطح البشره الخارجي، ومن اكثر الاحماض المعروفه او اللي بتستخدم في المنتجات هي حمض السلسلك او السلسلك اسيد.
فوائد البي اتش ايه: واحد بيعمل على ازالة خلايا الجلد الميتة، 2 بيعمل على تنظيف المسامات بعمق، 3 الحد من الافرازات الدهنية والتحكم فيها، 4 بيساعد على التخلص من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، 5 محاربة حب الشباب، 6 بيعمل على تعزيز انتاج الكولاجين في البشرة، 7 بيساعد على التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة. وأحماض البيتا هيدروكسي أو البي اتش اي بيكون مناسب أكتر لأصحاب البشرات الدهنية، يعني الأشخاص اللي زي كده المفروض يركزوا وهم عم يشتروا أي مقشرات تكون بتحتوي أكتر على بي اتش اي وتكون نسبتها عالية شوية حتى تعطينا الإفكت البناية. أما أحماض البولي هيدروكسي وهي البي اتش اي وهي تعتبر من المقشرات الكيميائية وبتحتوي غالبا على الجلوكون ولاكتون، وهي عبارة عن اللاكتوز وحمض اللبنيك أو اللاكتيك أسيد أو حمض اللبن، ودي تعتبر جزيئتها أكبر وأخف من أحماض البي اتش اي والبي اتش اي، وهي بتعمل على 1 تقشير السطح الخارجي للبشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة، 2 بتمنع انسداد المسامات، 3 بتعالج التصبغات، 4 بتعالج الخلايا التالفة والجفاف في البشرة، 5 بيعمل على محاربة ارتفاع مستوى السكر في الدم والخلايا اللي من شأنه انه يقلل من انتاج الكولاجين في البشرة، وبالتالي دوت هيسرع من عملية الشيخوخة المبكرة. احنا مش عايزين ده. يعتبر مناسب لأصحاب البشرات الحساسة وجميع أنواع البشرات ما عدا البشرة الدهنية، لأنه بيقولوا في احتمال إنه ما يقدرش يخترق خلايا جلد البشرة لأنه جزيئاته كبيرة. حبيت أعطيكم نبذة عن إيه هي أحماض الـ EHA والـ PHA والـ PHA وإيه الفوائد تبعها، وبالرغم من إن هما مقشرات كتير فعالة لسطح البشرة في تحسين ملمسها وكل الفوائد اللي ذكرتها، إلا إنه استخدامهم بنسبة أو بتركيز عالي قد يسبب جفاف وتهيج في البشرة. كمان هيك لما تيجوا تستخدموا مقشرات لازم بعدها ترطبوا بشرتكم كتير منيح. شو اللي فينا نستخدمه مع احماض الاي اتش اي والبي اتش اي والبي اتش اي؟ فينا نستخدمها مع كل المنتجات اللي بتحتوي على مكونات مرطبه مثل الهيالورونيك اسيد، مثل البانثينون، مثل الجليسرين، مثل سيراميد 3 وكمان الصن بلوك. استخدمنا للمكونات المرطبه بعد المقشرات هيساعد على حمايه بشرتنا من الجفاف وتهدئ من اي تهيج في البشره. اما استخدمنا للصن بلوك بعد المقشرات فدوت هيحمي بشرتنا من ان هي تصاب باي حساسيه لما تيجي تتعرض لاشعه الشمس. شو اللي ما فينا نستخدمه مع احماض الاي اتش اي بي اتش اي بي اتش اي؟ ما فينا نستخدمه لا مع فيتامين اي او عائله الريتينول والريتينويد كلها اللي حكينا عنها من شوي، ولا فينا نستخدمه مع فيتامين سي. ما فينا نستخدمه مع الريتينول لانه هيسبب حساسيه مفرطه في البشره وهيؤدي الى تهيج واحمرار في البشره وزياده الجفاف، فاذا حابين نستخدمه لازم يكون في يوم غير اليوم اللي راح نستخدم فيه الريتينول، ويفضل ان احنا نستخدم الريتينول بعده بيومين زي ما وضحت لما كنت عم بحكي عن الريتينول وفيتامين A. وما فينا نستخدمه مع فيتامين سي لانه راح ياثر على مفعول فيتامين سي، ووضحت هاي النقطه بالتفصيل والاراء اللي فيها لما كنت عم بحكي عن فيتامين سي. بما اني بحكي عن المقشرات وانا عم بحضر لكم هذا الريفيو، قريت معلومه كتير مفيده حبيت اخبركم اياها، وهي عن استخدامنا لحمض الجلوكولايك اللي هو الاي اتش اي مع حمض الساليسيليك اللي هو بي اتش اي مع بعض. هما يعتبروا من أكتر الأحماض الفعالة على سطح بشرتنا بس بشكل منفصل، يعني يفضل إن احنا ما نستخدمش حمض الجلوكولايك مع حمض الساليسيليك الاثنين مع بعض في نفس الوقت، لأنه الاثنين مفعولهم قوي وبدل ما هنكون جايين نفيد بشرتنا راح نكون هيك عم نأذيها أكتر، لأنه سبحان الله للبشرة في طبقة حاجز وقائي، فلو استخدمنا منتجات بدون وعي ممكن هاي المنتجات تكون قاسية على سطح البشرة وبالتالي هتضعف من هذا الحاجز الوقائي وتكون بشرتنا وقتها عرضة لحساسية أكتر وتهيج والمشاكل كتير. بالرغم من التحذيرات كتير من إننا نستخدم أكتر من مقشر مع بعض، إلا إنه ممكن نستخدم أكتر من مقشر مع بعض بدون ما يسببوا اي ضرر للبشره وبدون ما يكونوا قاسيين على سطح البشره، ودوت في حاله اذا كانت النسب تبعهم كتير قليله، ودوت راي قاله دكتور متخصص في الامراض الجلديه.
ويمكن لو تتذكروا احنا بنستخدم السيروم تبع سان باي مي اي اتش اي بي اتش اي بي اتش اي، وبدي اقول لكم انه بقلبه فيه اكتر من مقشر، بالعكس فيه مقشرات كتير، بس النسب تبعه كلها تبع كل مقشر فيه يعني هتلاقوها جزء من البليون جزء من المليون. وبالتالي لما كنا عم نستخدم هذا السيروم او المجموعه كلها تبعه، لانه في اشخاص بيستخدموا اللاين كله او المجموعه كلها، ما بتسبب لهم اي تهيج ولا اي تحسس ولا بتكون قاسية على سطح بشرتهم. طبعا ما ننسى انه بقلب السيروم نفسه او المجموعة كلها بقلبها فيه مكونات مرطبة، بس النقطة اللي عم بحكي فيها انه مستخدمين اكتر من مقشر وفي نفس الوقت ما سبب اي اذى للبشرة، بالعكس هو مفيد للبشرة لانه النسب تبعهم كلها قليلة، وفي نفس الوقت البشرة هتقدر تستفاد من كل نوع من انواع المقشرات اللي استخدموها. فخدوا بالكم اذا راح تستخدموا منتج فيه اكتر من مادة مقشرة ما يكون التركيز تبعها عالي كرمال ما تضعفوا الحاجز الوقائي اللي موجود بقلب سطح البشرة وتتلافوا حدوث اي تحسس زيادة او احمرار او تهيج فيها. خامس مكون راح احكيكم عنه وهو البنزول بروكسيد، وهو من اكتر المواد المفيدة لبشرتنا والمشهورة بفاعليتها في علاج الحبوب في خلال شهر لشهر ونص، بالاضافة كمان ان هو بيساعد على منع ظهور الحبوب مرة اخرى، وكمان بيعمل على ازالة الرؤوس السوداء وبيعمل على ازالة الزيوت الزائدة من على سطح البشر. من المعروف ان المواد اللي بتعالج الحبوب بتسبب جفاف وبتسبب تهيج في البشرة، كمان هيك لازم تنتبهوا على كل المنتجات اللي راح تستخدموها وقت ما تكونوا عم تستخدموا منتج بيحتوي على بنزول بروكسيد، وهيدا من اول الغسول. فكرمال هيك عم حسوا ان الغسولات الجل مثل تبع كوزوركس عم حسوا انه لطيف على سطح البشرة وانه راح يكون انسب ان انتم تستخدموه في الوقت اللي انتم عم تستخدموا فيه منتج يكون بيحتوي على بنزول بروكسيد، بس بتكون تنتبهوا على المكونات، لازم تشيكوا على المكونات وتشوفوها اذا مناسبة ان هي تستخدم مع البنزول بروكسيد او لا. طبعا الكلام دوت راح تطبقوه على باقي المنتجات في الروتين تبعكم، ولازم تستخدموا منتجات مرطبة وتكون ترطيبها كتير غني عشان يعوض اي جفاف ممكن يسببه البنزول بروكسيد. شو اللي فينا نستخدمه مع البنزول بروكسيد؟ فيكم تستخدموا كل المواد المرطبة مثل الهيرونيك اسيد مثل السيراميد 3، وطبعا فيكم تستخدموا سان بلوك، كمان فيكم تستخدموا المضادات الحيوية الموضعية، كمان فيكم تستخدموا معه حمض الساليسيليك اللي هو البي اتش اي اللي بيعمل على تنظيف المسامات وعلى تضييق حجمه وازالة خلايا الجلد الميتة، الاتنين مع بعض بيعطوا مفعول كتير حلو، ويفضل ان انتوا لو عم تشتروا غسول بيحتوي على البي اتش اي او حمض الساليسيليك مع البنزول بروكسيد راح يعطيكوا نتيجة افضل بكتير. شو اللي ما فينا نستخدمه مع البنزول بروكسيد؟ ما فيكم تستخدموه مع الريتينول، لانه استخدامه مع الريتينول الاتنين مع بعض راح يبطلوا مفعول بعض، وبالتالي ما راح تقدروا تستفادوا لا من الريتينول ولا راح تستفادوا من البنزول بروكسيد. وبما ان موضوع اليوم كان عن المنتجات المفيدة لبشرتنا وايه فينا نستخدمه معها وايه ما فينا نستخدمه معها، فلازم تعرفوا معلومة كتير مهمة وهي الاس الهيدروجيني او البي اتش، وهذا اللي راح احكيكم عنه هلا. البي اتش او الاس الهيدروجيني هيدا بيكون له مقياس، المقياس تبعه بيبتدي من الصفر وبينتهي عند ال 14. رقم 7 بتمثل الاعتدال ما بين الحموضه وما بين القلويه، وكل ما قال الرقم عن 7 كل ما زادت نسبه الحموضه، وكل ما زاد عن رقم 7 كل ما زادت نسبه القلويه. الطبقة الخارجية بتحمي بشرتنا من العوامل الخارجية ومن البكتيريا الضارة، فبتكون غلاف خارجي اسمه العباءة الحمضية. هاي العباءة الحمضية ناتجة عن افرازات غدد مختلفة في البشرة، مثل افرازات الغدد الدهنية وافرازات البكتيريا اللي بتكون موجودة طبيعيا على سطح البشرة. سبحان الله انتوا بتعرفوا جسم الانسان بيكون فيه بكتيريا ضارة وفيه بكتيريا نافعة، كمان مع افرازات غدد التعرق حمض اللاكتيك والامينو اسيد بيتكون العباءة الحمضية. احنا لازم نحافظ على معدل حموضة العباءة الحمضية هاي لانها المسؤولة على صحة وحماية بشرة. العباءة الحمضية هاي بيكون معدل بي اتش تبعها ما بين 4.5 ل 6.5، يعني بتكون مايلة للحموضة اكتر، وهتلاقوا يمكن اغلب الشركات الكورية هلا صارت عم تهتم بهذا الشيء، ودايما هتلاقوهم في بعض المنتجات كاتبين انه البي اتش تبعها ما بين 4.5 ل 6.5 مثل تبع غسول كوزريكس.
احنا لازم نحافظ على هذا المعدل في بشرتنا، لانه استخدام منتجات البي اتش تبعها كتير عالي او كتير منخفض، هذا راح يؤدي لخلل في العباءة الحمضية، واذا صار في خلل بالتالي راح تصير بشرتنا معرضة لمشاكل كتير، وراح تتأثر بالعوامل الخارجية، وراح تصير معرضة للحساسية اكتر، وراح تكون معرضة للجفاف وظهور الحبوب والتجاعيد. كرمال هيك اللي بيتابعوني واللي عم يحضروا الفيديوهات تبعي اكيد عارفين انه دايما بركز انه استخدم منتجات تكون خالية من السلفات، بغض النظر عن الاضرار تبع السلفات واللي عليها جدل، الا انه البي اتش في السلفات واخد رقم 10، يعني كتير قلوي. طبعا النسبة القلوية بتسبب جفاف في البشرة وفي فروة الرأس. للأسف مادة السلفات داخلة في منتجات كتير مثل الشامبو والكونديشنر والغسول والسكراب واشياء كتير، الا انه هلا صار الحمد لله في شركات عم تهتم ان هي توفر منتجات خالية من السلفات، واحنا محتاجين بس هيك ننكش ونفتش على هاي المنتجات اللي تكون مفيدة لبشرتنا وفي نفس الوقت خالية من كل هاي المواد الضارة. انا شرحت لكم البي اتش بالتفصيل حتى تعرفوا قد ايه هو ليه عامل كبير في حماية البشرة، لانه سبب في نضارة البشرة وفي الرطوبة تبعها وفي الحفاظ على المظهر الصحي تبعها. كرمال هيك لازم تنتبهوا انتوا عم تشتروا المكونات تبعتكم او المنتجات تبعتكم انه يكون معدل البي اتش تبعها مش كتير عالي، ما تكون كتير قلوية، وفي نفس الوقت ما تكون معدل الحموضة تبعها اقل من 4.5. كمان ممكن تبقوا تشوفوا على جوجل البي اتش تبع الاطعمة والمشروبات، اعتقد برضو هيبقى موضوع كتير لطيف لو انتبهتوا على هاي الاشياء. انا كمان اكتشفت بالصدفة لانه كنت في زراعية هيك حابة ازرعها عندي البذور تبعها يعني، فعملت سيرش حتى اشوف طريقة زرعها والتربة تبعها وهيك اشياء لاني ما بعرف، فاكتشفت ان هما كمان بيهتموا بالبي اتش تبع التربة تبع الزراعة اللي هزرع فيها هاي النبتة. فواضح ان الموضوع مش مقتصر بس على بشرتنا، ده بصفة عامة البي اتش كتير مهم، حاولوا بقدر الامكان تنتبهوا عليه في الروتين تبعكم. هاي كانت اغلب المكونات اللي كتير مفيدة لبشرتنا واللي كان لازم تعرفوا كل شي عنها، وكل المعلومات اللي انا ذكرتها هاي والله عن جد بذلت فيها كتير مجهود حتى احاول الخصها، يعني كان الموضوع اكبر من هيك، فسامحوني على انه الفيديو كتير طويل، بس عن جد كتير مفيد ولازم تعرفوا كل هاي المعلومات اذا حابين تهتموا ببشرتكم اكتر وتحافظوا على ان بشرتكم تضل صحية ويضل عمر الشباب تبعها هيك لاطول فترة ممكنة. هلا في شوية معلومات او نصائح كتير مهمة حابة اخبركم اياها، يلا بالمرة هلا صار فيديو كله معلومات كتير مهمة، فحابة يكون شامل كل شيء. اول نصيحة مهمة حابة اخبركم اياها، اذا بتعانوا من اثار جانبية احمرار حرق تقشر لفترة طويلة من استخدامكم لمنتج معين، على طول بدكم تروحوا تغسلوا بشرتكم. من الطبيعي ان انت لما تيجي تستخدمي بعض المنتجات ممكن تسبب لك شعور هيك بالنغزة او الحرقان البسيط، بس المفروض هيدا الشعور بيستمر دقائق بسيطة، دقيقة دقيقتين او حسب طبيعة بشرتك وحسب استجابتها للمنتج وحسب ان هي لسه عم تتعود عليه، بس مش من الطبيعي نهائي ان هيدا الشعور يستمر معك ساعة ساعتين، بدك على طول تروحي تغسلي بشرتك. تاني نصيحة حابة اخبركم اياها، وهي اذا عم تستخدموا منتج معين كرمال يعطيكم افكت معين او تشوفوا نتيجة معينة وما لاحظتوا هيدا الفرق او ما لاحظتوا باي مفعول له، بدكم تعملوا تشيك على كل المنتجات اللي عم تستخدموها في الروتين تبعكم. وارد جدا انه يكون في منتج من المنتجات بيحتوي على مكون ما بيصير نستخدمه مع منتج تاني في الروتين تبعكم. ببساطة هيدا حديث اليوم اللي انا كنت عم بحكيه، يعني على سبيل المثال اخر شيء حكيت عنه هو البنسول بروكسايد، ما فينا نستخدمه مع الريتينول، لو استخدمنا الاثنين مع بعض راح يبطلوا مفعول بعض، وبالتالي لو عم تستخدمي منتج بقلبه بنسول بروكسايد عشان تعالجي الحبوب، وعم تستخدمي برضه منتج بقلبه ريتينول عشان يعطيكي نضاره ويشد البشره والتجاعيد وكل هذا الشيء، والاثنين ما عملوا معكي اي افكت وما شفتي اي نتيجه واضحه، ده امر طبيعي لانه الاثنين عملوا مفعول تضاد، يعني ابطلوا مفعول بعض. فلازم تنتبهوا كتير منيح على المكونات اللي بتستخدموها في كل منتج في الروتين تبعكم. في حال عملتي تشيك وتأكدتي ان كل المنتجات مناسبة انها تستخدم مع بعض، وقتها بترجعي لدكتور الامراض الجلدية، هو اكتر حد راح يفيدك بهاي المشكلة، لأنه أكيد هيوجهك للطريقة الصح أو العلاج المناسب لعلاج المشكلة اللي أنت بتعاني
منها. ثالث نصيحة راح أخبركم إياها، لازم الروتين تبعكم يكون بيحتوي على 3 أشياء: منتجات بتعمل على حماية البشرة، وهي بتكون غنية بمضادات الأكسدة. 2، منتجات بتساعد على تجدد خلايا البشرة مثل الريتينول. 3، منتجات بتحفظ الرطوبة في بشرتنا مثل الهيالورونيك أسيد وغيرها من المواد المفيدة. رابع نصيحة راح أخبركم إياها، وهي إذا أنتوا بتحبوا تستخدموا في الروتين تبعكم في الفيشل أويل، فهو بيكون آخر حاجة في الروتين. تخيلوا كده لو أنتوا حطيتوه في اول خطوه في الروتين تبعكم، شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه راح يعمل حاجز على سطح البشره، وبالتالي لو حبيتي تستخدمي اي منتج قوام وخفيف مثل التونر ما راح يفوت. بتعرفوا انتوا لو جبتوا كوبايه وحطيتوا فيها ميه وزيت، شو بيصير؟ بيصير الميه تحت وطبقه الزيت فوق. نفس الشيء بيصير على سطح البشره. فاذا استخدمنا اول خطوه بروتين ما راح نقدر نستفاد من ولا منتج بعده. كرمال هيك لازم يكون اخر خطوه في الروتين تبعنا، والروتين تبعنا دايما بيبدا بالمنتجات اللي قوامها كتير خفيف، وبعد كده الاتقل شويه، فالاتقل فالاتقل لحد ما ننتهي بالكريم المرطب، وبعد كده في الاخر خالص لو حابه تحطي اي فيشيال اويل as you like. اوكي. خامس نصيحة رح اخبركم اياها، وهي اخر نصيحة اليوم، وهي بدكم تنتبهوا على معدل البي اتش. انتوا عارفين هلا انه معدل البي اتش الطبيعي للبشرة هيكون ما بين 4.5 ل 6.5، فحاولوا ان انتوا تحرصوا ان انتوا تستخدموا منتجات تحافظ على هذا المعدل. ما تستخدموا منتجات تكون اكثر قلويه او يكون معدل البي اتش تبعها كتير عالي فسبب لكم جفاف في البشره، ولا تستخدموا منتجات يكون معدل البي اتش تبعها كتير منخفض تكون معدل الحموضة كتير عالي فتسبب لكم التهاب قلب البشرة. انتبهوا لهي النقطة كتير منيح حتى تقدروا تحافظوا على بشرة ما فيها مشاكل، وتكون بشرة كتير صحية وتحبوها. ان شاء الله ريفيو اليوم وكل المعلومات اللي ذكرتها تكون وضحت عندكم مفهوم انه مش كل المنتجات المفيدة لو استخدمناها مع بعض راح تفيد بشرتنا بشكل اكبر، وانه ليه اوقات بنستخدم منتجات مع اشخاص تانية بتعطي معهم افكت كتير حلو ومعنا احنا ما بتعطي افكت حلو، وليه كمان بنستخدم منتجات ممكن تكون مع اشخاص تانية ما سببت لهم مشاكل وسببت لنا احنا مشاكل. هيدا بسبب كل النقاط اللي ذكرتها اليوم، فبدكم تنتبهوا كتير منيح لكل المعلومات اللي ذكرتها. كمان لازم نعرف ونهتم بالمكونات تبع كل منتج عم نستخدمه، ويا ريت يفضل لو تقدروا تعملوا تشيك قبل ما تشتروا اي منتج حتى تقدروا تختاروا المنتجات اللي مكوناتها مع بعض راح تكون مفيده لبشرتكم اكتر وما راح تسبب لكم اي ضرر، او ممكن تعمل نتيجه عكسيه ما تعطيكم اي افكت اصلا. فبليز اهتموا بنقطه المكونات، ما تكسلوا ما تطنشوا، اللي بده يهتم ببشرته وتضل صافيه وما فيهاش اي مشاكل لازم يتعب شوي ويبذل مجهود. بدكم تنتبهوا على المكونات، شوفوا عم بقول كم مره على المكونات كتير مهمه. اذا كان عندكم وقت يسمح ان انتم تعملوا سيرش وتشوفوا اكتر من راي يكون افضل لكم، اذا ما عندكم وقت فيكم تحضروا مثل هيك ريفيوهات مثلي ومثل غيري اللي عم يعمل ريفيوهات، بيكون عامل سيرش كتير او بيكون عنده خبره فيقدر يفيدكم فيها. وارد جدا تسمعوا مني معلومات ما تكونوا سمعتوها من غيري، وارد كمان تسمعوا معلومات من غيري ما تكونوا سمعتوها مني، او لو سمعتوا نفس المعلومات هيدا راح يعطيكم هيك شعور اكتر بالامان انه ايه هيك هاي المعلومات صحيحه فتطمنوا اكتر. يعني عم حس موضوع البشره هيدا بده اهتمام، اما بدكم تعتمدوا على راي واحد وتقفلوا راسكم هيك. كمان احنا كلنا بشر ما انا معصومين من الخطا، وارد جدا تصدر مني معلومه غلط ممكن تصدر من غيري غلط، فكرمال هيك لكم ما تعتمدوا على كل شيء عم تسمعوه من شخص واحد انه هو صح 100%، او انه يكون صار في معلومات احدث منها او بتصحح جزء منها. دايما احنا هلا صرنا في وقت كل ما ده عم يصير في تطور، عم يصير في تطور في التقنيات في المواد في اشياء كتير. حط لكم صندوق الوصف كل اللينكات اللي استمديت منها المعلومات اللي انا ذكرتها هلا واللي اعتمدت فيها على كلام دكاترة جلدية امريكيين وكمان مقالات اجنبية، هتلاقوا كل هيدا بصندوق الوصف للي حابب يفوت يقرا فيهم اكتر. ريفيو اذا كان حلو، اذا كان بقلبه فيه معلومات كتير مفيدة وفادتكم كتير، فاعرفوا ان هيدا توفيق من الله سبحانه وتعالى. واذا كان في اي معلومات خطأ فعرفوا ان هيدا تقصير مني انا ومن خطأي البشري واعذروني، هيدا اكيد منو مقصود يعني.
حابة أقول كتير كتير مرسي إلكم، خصوصا للأشخاص اللي عندها طولة بال إنها تحضر الريفيوهات تبعي. بعرف إن الريفيوهات تبعي كتير طويلة، بس عن جد عم حاول أجيب لكم كل المعلومات اللي بتكون خاصة بهيدا الشيء، سواء كان منتج أو كان زي اليوم. يعني لاحظتوا اليوم حكيتكم عن كل شيء بالتفصيل، الفوائد والفرق ما بين هاي المادة وهي المادة، والرأي اللي طلع جديد، وبعض الآراء، حتى تكون عندكم الصورة كاملة، وحتى أوفر عليكم سيرش كتير. فعن جد الأشخاص اللي عندها القدرة إنها تحضر كل هيدا الفيديو عن جد ميرسي لكم كتير. حابة أخبركم إن هيدا الفيديو تم تصويره في 4 ساعات وربع تقريبا. طبعا لسه هيخش مرحلة المونتاج، على قد ما هقدر هحاول أقصره بقدر الإمكان. فاعرفوا إنه الفيديو وصل لكم هيك بعد ما عملت له مونتاج وقصرت منه كتير بدون ما أثر على المعلومات اللي أنا حكيتها. فاعذروني على طولة الفيديو. وميرسي لحسن استماعكم، ميرسي للأشخاص اللي عم يكتبوا لي تعليقات. عن جد عن جد عن جد تعليقاتكم الإيجابية كتير عم ترفع معنوياتي وكتير عم تسعدني. ميرسي إلكم ولايكاتكم ولدعمكم إلي. أتمنى كان ريفيو اليوم يفيد إلكم وحبيتوه، وإذا حبيتوا ريفيو اليوم ما تنسوا تعملوا له لايك، وإذا أول مرة تشوفوني ما تنسوا تسجلوا اشتراك بقلب القناة وتعملوا سبسكرايب حتى تشوفوا كل الريفيوهات الجديدة والمفيدة اللي راح أحكيكم عنها إن شاء الله. وبليز ما تنسوا تدعموا هذا الفيديو بالشير كتير، مثل ما انتم شفتوا بقلبه معلومات كتير مفيدة، واعتقد اشخاص كتير كتير راح يستفادوا منه، وعن جد باخد مني مجهود كتير كبير. بحبكم، اتمنى لكم يوم لطيف، اشوفكم على خير. فيتامين سي وفي سي مكبرة، يعني راح يعمل هيك طبقة على سطح الجلد وراح شو